مرحبا، كيفكن؟ كيف كان هالعيد معكن؟ شو لوين رحتوا بهالعيد؟ نحنا رحنا جزورة، ما راح أقولكن لوين رحنا، انتو راح تحزروا بالتعليقات، وإذا أول مرة بتشوفونا حطوا لايك سبسكرايب كومنت شير، قولولي بالتعليقات نحنا لوين رحنا إذا حزرتوا، ليكن احنا رحنا لحد النهر بيجري المي هيك حدوش الليلات. هذا أخي كان بده يروح يقع بقلب الباحة، كان مبسوط كتير، انبسطنا. وهلأ اجت ورقة الأكل والطلبيات، أنا مثلا طلبت سمك وحمص وهان، أحاول الجرسون قاعد عم يكتب شو بدنا، ليكو أنا قاعدة عم كمان عم زيد معقبة. شوف هلا هون كان عم يتصور حسين واحمد حد الشلالات، كان كتير كتير رائع المنظر، كتير انبسطنا. ليكو المنظر. قاعدين عم وهان كان في ناس قاعدين عم يعوموا، وأنا كنت يعني كتير كتير زعلانة لأنه كنت ما عم عوم معهم، كنت قاعدة عم نقع أبي مشان ياخدني عوم معهم. أبي كان عم يصور وكنت أنا هم معصبة كتير 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 كتير، وعم أقول له بدي أروح بالمركب. ليكو انا هون قعدت حد الشلال وقعدت قاعدة عم بتصور وصورني، ليكو كنت قاعدة عم بتفرج حد عليهم. شوفونا، شوفوا المناظر قديش حلوة. كنت امي عم تصورنا. ليكو كيف اعمل حركة ايديا؟ قولولي اذا كنت حلوة ولا لا، شعرتي حلوين ولا لا، وتيابي اذا حلوين. قولولي شو اشتريتوا على العيد، شو جبتوا اكسسوارات، وشو جبتوا يعني شو جبتوا مناقير وهيك. انا اشتريت ليكو هلا جبنا الاكل وبلشنا ناكل. ليكو انا بلشت زبط صحنة، كنت قاعدة عم بخترع بصحنة، حط لحسة هيدا وحط هيك وحط سلطة، خبصت الصحنة بالاخير. ليكو الناس ورانا قاعدين عم يتصوروا، كان في زلمة قاعد عم يصور هون. انا كنت عم ببكي لانه اخي ابي ما خلاني يروح روح على فضيت كيس المحارم، بس مشان انا كنت عم ببكي.